هما انا باك لي غون مارشور وهاد لي غون مارشور في التاريخ غادي مساله بغيت ناكد عليها هما دي زانتيليكتويال صفهم دي فيلوزوف. فانا هذه المساله اريد ان اشير الى الجوانب التي ربما تخفى على الحضور. عمون برك الزاهد في الحياة والمتمتع في الحياة إلى أقصى درجة. عمون برك دار رؤية خاصة لا للفن والحياة والعلاقات إلى أقصى ما يمكن أن تصور. وباختصار شكرا للجميع. أريد أولا قبل الإدلاء بهذا التصريح الإعلامي للإخوان أن أشكرهم على المواكبة الإعلامية لهذا الحدث المهم في إقليم تارودنت. الحدث بالمناسبة هو تخليد الذكرى 5 لرحيل الفنان عمور مبارك. نخلد هذه الذكرى في إطار مرجعية تاريخية حضارية ثقافية مهمة من حياة هذا الفنان، والدليل على ذلك هو المواكبة الإعلامية الكبيرة لهذا الحدث وحضور مجموعة من الأكاديميين والباحثين والمفكرين وأصدقاء عمور مبارك الذين واكبوه طيلة مرحلته الفنية في المغرب. الجانب المهم والأساسي بالنسبة لهذا الحدث هو أنه يعرف جميع الحاضرين بالجانب المهم في حياة هذا الفنان، هو أنه كان مثقفاً وكان مفكراً وكان معايشاً لمجموعة من الإعلاميين والصحفيين والمفكرين والمثقفين على الصعيد الوطني. وبهذه المناسبة مرة أخرى أشكر جميع المؤسسات التي واكبت هذا الحدث، أشكرها جزيل الشكر، وخصوصاً المؤسسات الإعلامية المحلية لأنها استطاعت أن تقف اليوم مع مؤسسات وطنية كبرى تحضر معنا من القناة الأولى إلى القناة الثانية إلى قناة إسبانيا إلى جرائد وطنية لها تاريخ وباع طويل في الصحافة. أشكركم جزيل الشكر على هذه الوقفة الإعلامية التي وقفتموها اليوم، فقد شرفتم الإعلام المحلي وشرفتم المراسل الصحافي المحلي، لأن استطعتم أن تقفوا نداً لند مع هذه المؤسسات وتبرزون دوركم الإعلامي في مواكبة حدث مهم حضره إعلاميون من مختلف المنابر الإعلامية السمعية والمرئية والبصرية وجميع الجرائد الوطنية ممثلة هنا. شكراً لكم. الفنون كي قضيت العائله عمور مبارك اشكر بهرام يدن لي غيدلاني جوج كان غصاد حضر في غصاد وسد مقرن ليوجد الفنانين مقرنين. الحمد لله بدات تفكرنا السنه دي الذكريات دي فولكين يسوس مي مايد بهره.